للدولة. رجال أعمال وطنيين طول عمرهم سند للدولة، الصناعة، الصناعة الوطنية طول عمرها سند للدولة. يا فندم تقعد مع كل حد عنده مشكلة دلوقتي. أخش في انتخابات عمالية لمصلحة مين؟ أشطف فلان وأجيب فلان وأعمل فلان وأعمل علان. مين اللي بيتدخل؟ وعلى أي أساس؟ ما كلهم وطنيين. لو إخوانجي ولا بتاع ده أنت تطلع له قرار وتركنه على جنب. لو حد من الإرهابيين ولا الناس اللي بتتآمر على الدولة ما عنديش مشكلة. لكن ما ينفعش فلان مشطوب، فلان كذا، فلان كذا، فلان كذا. اما انا برضو كده بولع الدنيا. هو انتوا هتفضلوا كلكم كده تولعوا الدنيا ليه؟ لمصلحه مين؟ لمصلحه مين؟ الرئيس قال اكتر من مره اعملوا انتخابات المحليات وما بتتعملش. احنا قاعدين بلا محليات، مع انك انت كدوله الستين الف واحد دول اللي هيبقوا موجودين هيبقوا سند ليك. لازم نبقى كلنا خاضعين للقانون والدستور، ومحدش يتحرك خارج القانون ولا الدستور. أنا مستعد تاخدني وتحكمني وتعدمني بالقانون والدستور. إحنا محتاجين نطبق. يعني مثلا هل يعقل يا فندم لغاية دلوقتي ما يبقاش عندنا رئيس هيئة وطنية للانتخابات من يوم ما توفى المستشار لاشين؟ ده النهارده ليه 3 سنين. هل ما عندناش مستشارين نجيب واحد نحطه؟ ما هو سيادة الرئيس مش هيقعد كل حاجة يا جماعة يمضيها، لكن المسؤولين يقولوا. وزير في الصحة يا فندم مضى عليها سنة ونص، والدكتور خالد عبد الغفار شخصية بديعة ومحترمة وقايم بدور في الاتنين، لكن لو ما فيش تغيير وزاري ولا ما فيش تعديل وزاري لازم يبقى في وزير للصحة. أو إن شاء الله الدكتور خالد عبد الغفار وهو راجل زي ما بقول قيمة محترمة جدا وشغال في الاثنين، وزير دول الإعلام محتاجين. مشي، احنا عندنا كوادر تنفع، مش ما عندناش، عندنا كوادر تنفع. ليه بيبقى فيه بطء أحيانا في القرارات؟ ده أنا الحالة دلوقتي، واللي يقول غير كده يجيني ويكلمني، حالة سكون وإحباط عند الكثيرين. ليه؟ لازم يبقى فيه ديناميك، في حركة، في كذا، في كذا، في كذا، في يطلع مسؤول يقول لنا الوضع كذا كذا كذا. النهارده في حوادث بتحصل في بلادنا ولا غيره ولا غيره، ولا مشاكل ولا ازمات، هو مين بيرد على مين؟ ما احنا بنتكلم وصوتنا بينتحب، مين بيقول لنا ايه؟ ده انا المفروض لما بتكلم في مجلس النواب على شركه واتكلم واقول مسؤوليه فلان، ده تاني يوم يجيني المجلس ويقف قدامي حجه بالحجه عشان حتى على الاقل يتفعل دور مجلس النواب اللي الحكومه مطنشاه، اللي بتعتبره مش موجود، اللي ناخد قرارات بان فلان يجي ويقول لك مش جاي. هو ده اللي قاله الرئيس؟ مش ده اللي قاله الرئيس. مش ده العقد الاجتماعي اللي اتكلم عليه الرئيس في 26 مارس؟ مش ده.